بمناسبة اليوم العالمي للسكري والذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام، قامت جمعية أصدقاء السكري بتنظيم فعالية سباق الجري الأزرق، وذلك لتوعية الناس بماهية السكري والتركيز على الوقاية من السكري بممارسة النشاط البدني واختيار الأطعمة الصحية، وأيضا للكشف المبكر عن السكري لتفادي المضاعفات. وتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى 3 من كل فئة، وأيضا هناك كانت فعاليات مصاحبة مثل فعاليات ترفيهية للأطفال وجوائز سحوبات قيمة وفحوصات مجانية وتوعوية لجميع أفراد المجتمع.